السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فترة طويلة جدا ما قلتلكوش ان انا بعمل اكل تحدي، بس النهاردة الفيديو ده الناس الاكيلة اوعوا تمشوا. الصينية ديت سمك كبيرة، هي سمكة تيجي كيلو الا ربع، وهنا سمك كمان فيليه مخلي وبيض، بيض بالصلصة. عمرك شفت بيض بالصلصة في اي قناة؟ وهوت والرز الابيض والسلطة، ونسمي الله كده، وكله كله شغل بالايد، كله شغل بالايد كده، شغل كده ايه، نسمي الله كده اهو كده اهو. نفضل النبي كده اهو. شايف السمكه؟ شايف يا عم حاجه احط فيها حاجه؟ نعم، بسم الله اهو. تتكلمش بقى، هحط العظم بتوعها عشان شوف بقى، مش هنضيع الوقت خالص علشان أنا متحمس. ركز في الأكل. ركز معايا في الأكل. يا سلام. يا سلام. كيف يا عم؟ قولوا له التصوير والصوت عاملين ايه؟ اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. شايف عم الحاج؟ شايف الجمال؟ شايف السمكة عاملة ازاي؟ شايف؟ حطام طبعا. ما تتكلمش عشان العظم، عشان دي مسابقة. تحدي. اللهم صل على النبي.
نفصل بالبيضة عشان نشوف الفرق بين السمك ده وده. سمك فريه في الصلصة هو أسرع في الأكل طبعا من اللي في عضم. قلب بقية الرز بالصلصة التانية. ايه السمك؟ أيوة دول كده. لا الصلصة حلوة. صلصة حلوة أوي. بتبلع. خناجة من كورية، صلصة كورية. أكل مبلع النهاردة؟ لسه الرز ابيض كده اقلبه بصلصه. اللي هو مش الحار مش زي الهريسه بيبقى هادي شويه عن الهريسه. بيت اللوم اللي هو بيتعمل منه البابريكيو. اللي في السوبر ماركت سبعت اللون حلو في الاكل. تذكركم؟ حد يشوف لي منديل. منديل ايه؟ صار الصلصة ده أقلبها في الرز الأبيض. صراحة نعم. الفلي سهل في الأكل عن التاني. طعمه أحسن. حلو بالصلصة؟ ده النهارده تحدي كبير يعني. المفروض المتابعين يشجعوك بقى على صينيه التحدي دي. حاجة عظمة يا جماعة، والله حاجة عظمة، اللهم صل على النبي. أكل، شايفين؟ تحدي جامد جدا
بصراحة مش عايز احوش طعم السمك ولا نفسي فيه. مش عايز احوش طعم السمك. لا 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 مش عايز. مش عايز احوش طعم السمك بالبيض ده. تجربة جميلة. كله اعملوا السمك المخلي واشتروه. اشتروا السمك المخلي هتتبسطوا منه جدا وهتدعوه. حاجة تجربة رابعة. في فرق بينه وبين التاني ده. السمكة التانية نصها قد حرفيا. أو مش هتعرف تعمل بقى مسابقة قصدك. لا لا السمكة الفليه حاجة المخلي فلوسه حلال. ده خلاص الموضوع. بس الصينية مكملتش. لا ده كملت. مكملتش يا حاج. تبت حاجة سؤالة ما كملتش. لا المفروض هي تكمل. معلقة رز زيت انا مش مش عايز احوش طعم السمك يا جماعة والله بالبيض ده. انا نفسي فيه بس انا خلاص كده ايه. انا استكفيت الحمد لله. وطبعا انت شجعتوني. واللي فضل معايا لغايه دلوقتي يعمل لايك شير الفيديو. دي فيديوهات التحديات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.